السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تشويش الصورة بالفوتوشوب. طبعا شو يعني كيف يعني تشويش الصورة؟ تشويش الصورة يعني مثلا تشويش جزء من صورة او تشويش الصورة كاملة. فاليوم بشرح لك كيف تشوش جزء من صورة، مثلا الوجه هذا مثلا تريد تخلي عليها ضباب او تشوش يعني ما تبين الصورة الوجه، او تشويش الصورة كاملة. في هذا الفيديو بشرح لك كيف تشوش اي صورة بالفوتوشوب، طريقة جدا سهلة. طبعا رابط قبل كل شيء رابط تحميل الفوتوشوب اللي انا استخدمه راح بتحصله اسفل الفيديو في الوصف. اوكي، اذا ما عندك فوتوشوب حمله من رابط اسفل الفيديو. هذا هو البرنامج الفوتوشوب الخاص بي. اوكي، الحين حتى اشرح لكم كيف تشوش اي صورة، نضغط على فايل، اضغط اوبن، نختار اي صورة اللي تريد تشوش جزء من الصورة، تشوش او تخلي الصورة عليها ضباب. الحين مثلا هذه الصورة، اوكي، اريد اخلي يعني مشوش. بعد ما تختار الصورة الحين ابي اشوش الوجه او اخلي عليها ضباب، اوكي، او الصورة كاملة، اشوش الصورة كاملة. كل ما عليك انك تضغط على الصورة مرتين، هذا الصورة مرتين، وبيفتح لك هذا النافذ، اضغط على اوكي. الحين اضغط من الكيبورد، اضغط على كنترول A، كنترول A يحدد لك نفس ما شو تم تحديد الصورة كاملة. الحين اضغط على كنترول C، كنترول C، اوكي. بعد ما تضغط على كنترول C اضغط على كنترول V حتى يزق الصورة، يسوي لك صورة ثانية. الناس بيشوفون تم انشاء صورتين، الناس بيشوفون اللير واحد اللير صفر، اللير الاول اللير الثاني. اوكي، بعد ما تنتهي من هذا الاعداد الحين اضغط على هذا الخيار فلتر، الناس بيشوفون فلتر، اضغط عليه. الحين بولور، الناس بيشوفون روح لخيار بولور، اضغط على هذا الاداء، الناس بيشوفون هذا الاداء. اوكي، قبل ما تضغط على هذا الخيار اضغط على هذا الزر، الناس بتشوفون هذا الزر. اوكي، حط اضغط على عليه مره، الناس بتشوفون هذا اليد اللي صوره يد. اوكي، بعد ما تضغط على هذا الخيار اضغط على فلتر، الناس بتشوفون فلتر. الحين توجه الى بولر، اوكي، اضغط على الحين بولر، اضغط على هذا الخيار هذا الاداء. بعد ما تضغط على الحين هنا يقول لك مثلا تريد تشوش، حط درجة ناس يشوفون يعني عندك درجة، ناس يشوفون درجة مختلفة، تريد تخلي تشويش يعني تختار النوع يعني أكثر يعني ضباب عليها، اختار على حسب اللي يناسبك. أوكي، مثلا أنا بالمناسب لي هذا أفضل شيء أو هذا. أوكي، هذا أفضل شيء. بعد ما تختار الدرجة الضباب اضغط على أوكي. فالحين اضغط على المحايا، ناس يشوفون هذا المحايا. أوكي، ناس يشوفون المحايا هذا. أوكي، الحين احذف المكان اللي تريد تكون يعني بدون ضباب. اوكي، بس مشون بدون ضباب، اريد اخلي بس الوجه هذا يكون ضباب بس. ناس مشون بس الوجه، اريد يكون الوجه بس يكون ضباب، احذف الباقي. ناس مشون المكان اللي تريد تكون عليها ضباب لا تحذفه. ناس يشوفون شيء خرافي، بس يعني ناس يشوفون تم حذف الضباب، بس الوجه هذا الشخصية يكون عليها ضباب. بس بعد ما تنتهي اضغط على فاين، اضغط على سايف اس، اختار مكان حفظ الصورة، اضغط هنا اختار PNG، اكتب اسم الصورة، اضغط على سايف، مباشرة يبدأ يحفظ الصورة عليها ضباب. ناس يشوفون يعني تشوش الصورة الوجه مثلا، اعطيك مثلا تشوش وجه او اي مكان اللي الجزء اللي ما تريده. بس هذا هو الشرح، تم حفظ الصوره، الناس يشوفون هذا هو الصوره اللي انشأناها بعد الازاره وضع التشويش عليها. بس اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس. مع السلامه.